اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. وفاء الكيلاني واحدة من أشهر الشخصيات في عالم التلفزيون والبرامج الحوارية، تميزت بجمالها الجذاب وجرأتها التي ليس لها حدود، كما إنها ذات شخصية قوية جدا تمكنت من خلالها من تحقيق النجاح الباهر الذي أوصلها إلى قمة الشهرة. أنتم تتابعون قناة قصة حياة على يوتيوب، وهذه هي قصة حياة النجمة وفاء الكيلاني. ولدت وفاء الكيلاني بتاريخ 10 من أيلول/سبتمبر من سنة 1972 في مدينة القاهرة بمصر. كان والدها واحدا من رجال الأعمال المصريين المثقفين، حيث إنه تخرج من جامعة الأزهر قسم اللغة العربية. أما والدتها فهي ربة منزل، كرست حياتها للاهتمام بأطفالها وزوجها ورعايتهم على أفضل وجه. عاشت وفاء في عدة دول عربية أثناء طفولتها، وذلك بحكم طبيعة عمل والدها. لديها أختان، وكان ترتيبها الوسطى بينهما. وفية هي الأخت الكبرى لها التي درست مجال الهندسة، أما أختها الصغرى فهي وسيمة التي تخرجت من كلية الاقتصاد. بالنسبة لوفاء، بعد انتهاء مدرستها الثانوية التحقت بجامعة قار يونس في ليبيا من أجل دراسة العلوم السياسية، وبعدها قامت بإكمال دراستها في مجال علوم النفس. كان والدها من أكثر المشجعين لها على الدخول في مجال الإعلام، لأن شخصيتها وإطلالتها بالنسبة إليه تناسب الإعلام بشكل كبير، فدعمها ووقف إلى جانبها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من نجاحات كبرى. في بداية مسيرتها الفنية، تقدمت وفاء لامتحان اختيار المذيعات في شبكة راديو وتلفزيون العرب سنة 1997. من بين الأعداد الهائلة التي تقدمت لهذه المسابقة، نجحت إلى جانب زميلين لها فقط، هما طارق علي وإنجي نور، وذلك نتيجة الموهبة الكبيرة التي تمتعوا بها في هذا المجال. وبعد أن تم قبولها، خضعت للتدريب لفترة أسبوعين متواصلين، حيث أجري لها الاختبار من قبل المخرج ميلاد بسادة في مصر، وقرر الشيخ صالح كامل أن يرسلها إلى إيطاليا وتحديدا إلى روما من أجل العمل في مركز بث الشبكة المتلفزة بتاريخ 15 من كانون الأول/ديسمبر من سنة 1997، مما أدى إلى تغيير حياتها بشكل جذري. أول ظهور لوفاء الكيلاني على الشاشات كان عام 1998 عندما قدمت برنامج استوديو الهوى، وتمكنت هناك من لفت الأنظار إليها بشكل كبير، كما إنها نالت إعجابا خاصا من الفنانة صفاء أبو السعود التي أصرت على نقلها إلى قناة الأفلام ضمن الشبكة والتي كانت تشرف عليها، وذلك نتيجة انبهارها بأدائها المتميز. قدمت وفاء الكيلاني العديد من البرامج المختلفة التي تنوعت ما بين الحوارية والفنية والألعاب والمسابقات وغيرها. وبعد انتقال موقع بث القناة من إيطاليا إلى بيروت ومصر، عادت وفاء للاستقرار في بيروت سنة 2002، واستمر عملها في شبكة راديو وتلفزيون العرب حتى نهاية عام 2004. مع مطلع العام 2005، تلقت عرضا من شركة روتانا من أجل العمل معها، فوافقت لأنها كانت بحاجة إلى تطوير نفسها أكثر. وفي تلك الفترة قامت شبكة راديو وتلفزيون العرب ببيع البعض من محطاتها إلى الأمير الوليد بن طلال، فبدأ ببنائها من جديد وتحويلها إلى روتانا الإعلامية. وكان مقر الشركة في لبنان، وقد عملت وفاء بها لفترة معينة من خلال تقديم برنامج غنيلي. بعد ذلك انتقلت إلى قناة روتانا موسيقى،
وقدمت هناك برنامج فيها إيه، وقد ركزت فيه على الحياة الشخصية للنجوم وحققت نجاحا باهرا من خلال أسلوبها المتميز في تقديم هذه النوعية من البرامج، كما إنها قدمت العديد من البرامج المختلفة ومن ضمنها برنامج صندوق الدنيا، لكنه لم يستمر طويلا حيث تم توقيفه نتيجة قرار قضائي إثر دعوى من أحد الأشخاص اتهمهم فيها بسرقة فكرة هذا البرنامج من برنامج آخر يملكه واسمه أبواب العمر. أما أهم البرامج التي قدمتها وفاء الكيلاني فتشمل البرنامج الجدلي ضد التيار الذي حققت من خلاله نجومية واسعة وبذلت الكثير من الجهد عليه إلى أن وصلت لهذا النجاح، حيث إنها قدمته بعد موافقة الأمير الوليد بأن يعطيها السماح لتتطرق لقضايا اجتماعية جدلية وليس فقط لكي يقتصر على مجال الفن. كما إنها قدمت برنامج بدون رقابة لموسمين متتاليين، وبعد ذلك ابتعدت وفاء الكيلاني عن الشاشات لفترة معينة من الزمن بسبب انشغالها بحياتها الشخصية. لكن مع بداية العام 2012 بدأت تتلقى العديد من العروض، ومن أهمها العرض الذي تلقته من قناة MBC، فقررت العودة إلى عملها وتقديم برنامج نورت على قناة MBC1. سنة 2015 قدمت برنامج المتاهة والعديد من البرامج التي أوصلتها إلى عالم الشهرة، كما إنها نالت الكثير من العروض من أجل تقديم برنامج سياسي يومي مباشر، لكنها لم تقبل بسبب ظروفها العائلية التي لا تسمح لها بالانتقال إلى مصر. تزوجت وفاء الكيلاني مرتين طوال حياتها. زيجتها الأولى كانت من طوني مخايل الذي تعرفت عليه في مكان عملها، إذ إنه كان زميلها السابق في شبكة راديو وتلفزيون العرب في روما. أحبا بعضهما كثيرا ومن ثم قررا الزواج، وبالفعل تم ذلك بتاريخ 25 من آب من عام 2008. كان زواجا مدنيا في مدينة قبرص، حيث إنه كان من الديانة المسيحية، وكانت عائلة وفاء ترفض هذه العلاقة بشكل كبير، لكن بعدما اعتنق الإسلام قبلت به العائلة وذهبا معا إلى شيخ مسلم من أجل أن يزوجهما على سنة الله ورسوله. أقيم حفل الزفاف في بيروت، ومن ثم أنجبت منه طفلين، الأول ابنتها جودي سنة 2009 ثم ابنها ريان عام 2011. لكن بسبب بعض الخلافات التي بدأت تظهر بينهما قررت وفاء الانفصال عنه، وبالفعل وقع الطلاق بعد 8 سنوات من الزواج. وبحسب قوانين الأسرة في لبنان بقيت حضانة الأطفال مع وفاء، لكن تحت رعاية الوالد. أما زيجة وفاء الكيلاني الثانية فكانت من الممثل السوري تيم حسن، وبالرغم من أنها تكبره 4 سنوات إلا أنهما وقعا في غرام بعضهما البعض، فتزوجا رسميا بتاريخ 9 أيار مايو من سنة 2017، حيث إنهما أقاما حفل زفاف صغير ضمن العائلة بمنزل أسرة وفاء في القاهرة. وبعد فترة صرح زوجها السابق طوني مخايل لمجلة عربية أن وفاء كانت متزوجة من تيم حسن بالسر لمدة سنة كاملة قبل أن يعلنا عن هذا الزواج. وصرح طليقها أيضا أنه عندما اكتشف أمر زواجها هددها بأن يرفع قضية ضدها من أجل أن يأخذ ولديه مقابل أن تعلن زواجها من تيم بشكل رسمي. لذلك بعد فترة استجابت له وقامت بنشر صورة لها ولتيم على مواقع التواصل الاجتماعي وأعلنت زواجها منه. وكانت اللحظة المميزة في علاقتهما قبل الزواج أنها في إحدى حلقات برنامج الحكم، عندما استضافت تيم حسن قالت له بشكل مفاجئ: تيم أنا عايزة أتجوزك. فرد عليها بابتسامة قائلا: أقبل فورا حبيبة قلبي. وكان هذا الحوار السابق
قبل أن يعلنا زواجهما أمام كافة الناس. كانت هذه هي جولتنا مع قصة حياة النجمة وفاء الكيلاني، قدمتها لكم من قناة قصة حياة. اكتبوا لنا في التعليقات ما رأيكم بهذه النجمة الإعلامية، وما هو أجمل برنامج قدمته من وجهة نظركم. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا أن نقر على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ومشاركة رابط الفيديو مع الأصدقاء. أما إذا أردتم مشاهدة المزيد فاختاروا أحد الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامكم الآن.